استاذ بدر، لحظه يا شباب، لحظه بخير. دقيقه يا استاذ، لحظه خلينا نعدل البشت. بخير يا هو، خلف النص كم بار. شو يوم الاخبار اليوم صايرين؟ شوفوا معنا الان، معنا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله. معنا الان بدر الشمري الفائز بجائزه الاوسكار لهذا المساء وفي هذا الليل الجميل الطويل. انطباعاتك عن استاذ معليش انطباعاتك شباب يا اخوي، انت تقعد تابعني ولا لا شباب؟ لا غير القناة. لا 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 لا، هذه اخبار مهمة. ممتاز ممتاز، روح. الانطباعات، انطباعاتك عن الكرك. اللقاء مع من؟ اقعد انت، اقعد. اللقاء ذا مع من؟ لا لا راح يزعجكم. اللقاء ذا مع من؟ مع بدر الشمري الفائز بجائزة الاوسكار. ممتاز، بدر الشمري. ما رايك؟ هذا مخرجنا ازعجنا. حتى كذا يلا يا اخي، احنا التلفزيون ما لنا شغل، ما انتم ما تشوفون. اي المفروض احنا ما نشوفكم. طيب المفروض احنا ما نشوفكم. ما رايك استاذ بدر في دراسيتك؟ اقعد اقعد تفضل. ما رايك استاذ بدر في الحليب الكركي؟ ما شاء الله تبارك الله. اول شيء اسعد الله مساكم جميعا. سؤال بايخ، الله يطول عمرك. سؤال بايخ، غير طيب. سؤال ما هو فلوس، تكلم عن فلوس. طيب عن الاوسكار، تكلم عن جوائز. طيب ما هو شعورك بعد جائزه الاوسكار لهذا الاسبوع؟ شعوري لا يوصف كشعور الام حين يبكي وغدها. الله عليك، الله يطول. طيب هل انت من المتحمسين لجائزه الاوسكار ولا لا؟ طبعا انا من المتحمسين، وانا اشوف رؤيه للشباب، الشباب اللي سخس هو الشباب الطموح اللي قدامي باذن الله. انا اشوف ناس معك ترباس. بخيرك، انا معجب فيك. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. كيف داخله من عبد السلام ابو حور؟ تفضل ابو حور من الشهراني من الجنوب. تفضل ابوي. كيف حالكم؟ تفضل عافيك، مساكم الله بالخير. حياك الله. ابارك لاخوي ابو حصه. شكرا اخوي على المسمار اللي معه. الله يبارك بعمرك. الله يجعل هذا المسمار في عين كل حساد. امين. والله لا يوفق اللي ما ياخذني معه. امين. السلام عليكم. بالله عليكم. مخريك. السلام، كيف الحال؟ حياك الله اخوي. حياك الله اخوي محسن. احب ابارك لابو حصه على جائزه الاوسكار اللي حصل عليها. الله يبارك بعمرك. الله يبارك في عمرك ان شاء الله. ونبغى نسأله يا استاذ سعيد. الله يطول عمرك. نبغى نسأله. تفضل طال عمرك. ماذا سيقدم للمتسابقين من هدايا؟ هدايا ستقدم للمتسابقين؟ هدايا. نعم تبون هدايا من ابو حور، من ابو حصه؟ هدايا. نعم نبي هدايا للمتسابقين يستاهلون. كيف هدايا يا ما ازعجتنا هذا المخرج؟ الو تسمعوني؟ هدايا ما من هدايا. نبي رساله يوجهها وهدايا يوجهها. انا اوجه لكل متشارك في زد رصيدك سبعه ان الله يوفقه ان شاء الله، واتمنى كل التوفيق لاصحاب مطعم الناضج. وغير التوفيق لاصحاب مطعم الناضج. نبي معها زي الاداره. في اتصال. سام في اتصال من نشوان. الو سكروا زد رصيدك. وجه الو سام معك نشوان. نشوان يتحدث من البرازيل. عندي كلمة بقولها أبو حصة. تفضل طبعًا. والله إنك ما شاء الله عليك تستاهل الأوسكار. تستاهل الطيب. الله يطول عمرك. علمنا في شيء جديد راح يجي قريباً. طيب. بإذن الله في أشياء. صراحة. في أشياء متعددة. إيش اسمها؟ مبدعين كلكم. وأنا مبدع أكثر. خلوا يتكلم. اجلسوا بلا. أنا معجب فيك. اجلسوا. شو الحالة هذه؟ ما خليتوا مسكين حتى. معنا فواز من الشملي. السلام عليكم ورحمة الله. شلونك أبو حصة؟ معنا فواز من الشملي. كيف الحال؟ حياك الله. وش أمورك زينة؟ الله يحييك. مبروك. الله يبارك بعمرك. تستاهل والله كل خير. تستاهل الخير. وش تقول لأهلنا بحايل؟ أقول الله يجزاهم خير ويطول بأعمارهم بإذن الله، نلتقيهم قريبا. شكرا يا أخوي فواز. شكرا لك. فاصل إعلاني. يا جماعة الخير، أدخل العود ومسوي عرض. تعالوا. عود؟ ايوه بسم الله. ايه تشوفوني؟ لا طاح. لا امسكوا المذيع. خير يا الله بحظ المال. نعم صلب شفي المليون.